من جمعية الفتح جوج بإقليم المحمدية وهو فاعل جمعوي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح لي الأجواء ديال سيدي موسى المجدوب هذا العام هذا. أولا كنشكر محمدية بريس على هذه الفرصة هذه. الأجواء رائعة وزوينة، كاينين الناس اللي جايين باش يختنوا وليداتهم، كاين استقبال مزيان، كاين كيعطيوهم حويجات كيتصيفطوهم باش يمشيو يديروا باش يمشيو يختنوا وليداتهم. السلطات هي كنشكروها على الحضور ديالها والمسانده ديالها لهذا والتنظيم، وكنشكروا محمديه بريس اللي جات باش دير تغطيه وكتواجد في جميع الاماكن. وحنا كنتكلموا وحنا في الشق ديال الصحه، ونتهزوا هذه الفرصه واحد الكلمه للمسؤولين بخصوص المستوصف ديال فتح جوج. بالنسبه للمستوصف ديال الفتح جوج كنتمنوا انه يتحل حتى هو كباقي المستوصفات باش يؤدي الخدمات ديالو، لان الساكنه ديال الفتح جوج في حاجه لهذا المستوصف، لانها كتنقل حتى البرادعه وحتى الويزيه في غياب وسائل النقل، ما كيشكل واحد العائق في الساكنه اللي كتعاني خاصه المرضى. اشرح لنا البادره ديالكم انكم جبتوا عدد من الاباء والامهات هنايا لسيدي موسى المجدوب. الحمد لله بمشاركة ديال بعض المحسنين حاولنا اننا نجيب واحد 6 الوليدات يتختنوا هنا ان شاء الله في هذا الموسم هذا من طرف جمعيه فتح جوج التضامن الاجتماعي. كانت تنسيق بعض المحسنين اللي قاموا بالتحاليل الطبيه، والحمد لله احنا جمعيه كنحاولوا اننا نديروا علاقات مع جمعيات اخرى باش تسهل لنا الماموريه، وكاين بزاف الناس اللي ساهموا معنا الحمد لله على الترونسبور. كنشكروا بهذه المناسبه الاخ يوسف اللي جاب هاد الوليدات حتى لهنا، وكنشكروا الاخ محسن الله يجازيهم بخير. ما كتفكروا انتم الجمعيه ديالكم في الفتح جوج ديروا واحد العمليه ديال الاعذار فائده السكينه؟ احنا بالنسبه للجمعيه ديال الفتح جوج ما عندناش امكانيات ماديه اللي غتخول لنا اننا نقوموا، احنا ما كرهناش تكون عندنا امكانيات ماديه ونقوموا بهذا الحفل. هذا راه شرف لينا احنا وشرف للسكنه. الفكره وارده، هي الفكره كاينه ولكن الامكانيات هي اللي صعيبه شويه. حاجه ضروريه لهذه المساله هذه تما. من طبيعه الحال الساكنه ديال الفتح جوج راه في حاجه لهذه المساله هذه، وكنتمناو في المستقبل القريب ان شاء الله تكون عندنا امكانيات ماديه ونديروا بحال هذا الحفل ان شاء الله تمايا. شكرا. العفو.